على شو عم تطلع؟ عم تتوجعي؟ قلت لك إذا طلبني مرة تانية قل له مشغولة. المرة الماضية عمل نفس الشيء، ليش أخذتني لعنده؟ خلاص أنا بعتذر. شايف شو عمل فيني الحقير؟ أنت اللي غلطتي، ما كان لازم تشكي للشرطة. بيستاهل، كان بدي يربوه حتى ما يعيدها. هيك استفزيتي للزلمة، أبصر شو رح يساوي. سكر تمك. هلأ كم يوم ما رح تشتغلي، مع أنه محتاجين لمصاري. روحي هلأ وارتاحي. جابوا زلمة تركن على الباب وراح. مصطفى اسمه. هذا رفيق أخي سامي. لما ندق الباب فكرتك نسياني شي، لهيك رجعتي. رحت لأفتح بس ما فتحت. اطلعت من ورا الباب بس ما شفته. ما طول كتير، دق على جرس مرتين ولما ما فتحت راح. بعد ما راح فتحته وأخذته. ما شفتي للزلمة؟ لما اطلعت عليه من الشباك كان رايح معه سيارة سودا حلوة كتير. يا ريتني فتحت، بس أنا خفت لأني ما بعرفه. خلص منيح إنك ما فتحتي له. ليكي تحت عينك ورماني كتير، خليني جيب لك ثلج وحط لك يلا يخف شوي. وإذا بدك أنا بعمل لك خلطة كتير منيحة، الست مريم علمتني إياها. إذا عندكم ليمون بالبراد أنا بعرف أعمل خلطة. لا ما في داعي، أنا كتير تعبانة فاتنة. بس عينك ورمانة. ما في داعي، دكتور حط لي عليها مرهم. انتي كمان يلا فوتي على اوضتك، مبين عليكي التعب.